لدينا المعادلة سالب 16 تساوي x على 4 زائد 2، ونريد أن نجد حل x، وحقيقة نحتاج إلى عزل المتغير x على طرف من أطراف المعادلة، وأفضل طريقة لعمل ذلك هو عزل كل الحد x على 4 عن كل الحدود الأخرى. حتى نفعل ذلك دعونا نتخلص من هذه الاثنان، وأفضل طريقة للتخلص من تلك الاثنان هي طرحها، ولكن إذا كنا نريد أن نطرحها من الطرف الأيمن علينا أيضا أن نطرحها من الطرف الأيسر، لأن هذه عبارة عن معادلة. إذا كان هذا يساوي ذلك فأي شيء نقوم به على ذلك علينا أيضا أن نقوم به على هذا. لذلك دعونا نطرح اثنان من كلا الطرفين، إذا نطرح اثنان من اليمين ونطرح اثنان من اليسار، ونحصل على الطرف الأيسر سالب 16 ناقص 2 وهي سالب 18، ثم ذلك يساوي x على 4، x على 4، ومن ثم لدينا زائد 2 ناقص 2 وهي مجرد صفر، لذلك لست مضطرا لأن تكتب ذلك، يمكنني أن أكتبها فقط على شكل زائد صفر لكن هذا غير ضروري. بالتالي لدينا سالب 18 تساوي x على 4، والهدف الأساسي هنا هو أن نعزل x حتى نجد حل x. وأفضل طريقة لعمل ذلك إذا كان لدينا x على 4 هنا نضرب ذلك ضرب 4 وسوف نحصل على x. إذن يمكننا أن نضرب ذلك ضرب 4، ولكن مرة أخرى هذه عبارة عن معادلة، أي شيء تعمله على الطرف الأيمن عليك عمله على الطرف الأيسر والعكس صحيح، فإذا ضربنا في الطرف الأيمن ضرب 4 علينا أيضا أن نضرب الطرف الأيسر ضرب 4. بالتالي نحصل على 4 ضرب سالب 18 تساوي x على 4 ضرب 4، ثم x على 4 ضرب 4، الأربعة تحذف، فإذا قسمت شيء على 4 ثم ضربته في 4 سوف يتبقى لديك x، وعلى الطرف الآخر 4 ضرب سالب 18 اللي نرى هذه 40، دعونا نكتب ذلك، إذن 18 ضرب 4. إذا أردنا أن نضرب 18 ضرب 4، إذن 4 ضرب 8 تساوي 32، و 4 ضرب 1 تساوي 4 زائد 3 تساوي 72، ولكن هذه سالب 18 ضرب 4 بالتالي هي سالب 72، إذن x تساوي سالب 72. وإذا أردنا أن نتحقق من صحتها يمكننا أن نعوضها في المعادلة الأصلية، دعونا نقوم بذلك لنعوض ذلك في المعادلة الأصلية. المعادلة الأصلية كانت سالب 16 تساوي، بدلا من x سوف أكتب سالب 72 تساوي سالب 72 على 4 على 4 زائد 2 لنرى إن كان هذا صحيحا. الطرف الأيمن يبسط إلى سالب 72 على 4، نحن نعلم أن ذلك يساوي سالب 18، بالتالي هذا يساوي سالب 18 زائد 2، هذا ما أصبحت عليه المعادلة. بالتالي على الطرف الأيمن سالب 18 زائد 2 هذه سالب 16. إذن يبدو أن كل شيء صحيح، حيث هذا الطرف الأيمن عندما x تساوي سالب 72 فهو بالتأكيد يساوي سالب 16.